تحية العالم مستعد أرسلوا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيد الكاتب العام ممثل عام صاحب الجلالة على إقليم داردان والوفد المرافق له كل بصفته واسمه. سادة ممثلي السلطات القضائية، سيدات والسادة ممثلي رؤساء مصالح الخارجية والأمنية، سيدات والسادة ممثلي رؤساء جمعيات المجتمع المدني، سيدات والسادة ممثلي وسائل الإعلام، كل باختصاصه صفته واسمه بطبيعة الحال. إخواني أخواتي موظفي وموظفات السجن المحلي بتردان، نحييكم عاجلا على التفاعل النبيل الكريم ولا حضوركم المتميز دائما على مستوى مدينة داردان، وهذا ليس بجديد فيكم. نحييكم وندعوكم للاحتفال معنا مؤسسة سجن المحلي بداردان إسوة لباقي المؤسسات السجنية على ربوع المملكة للاحتفال بذكرى عزيزة وتقوي الارتباط وتقوي الانتماء بهذا القطاع الا وهو قطاع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. أرحب بكم وكما قلت نحتفل وإياكم بتفاعل وبحب كبير بهذه الذكرى ألا وهي ذكرى التأسيس 14 لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. الآن ندعو مدير مؤسسة السجن المحلي لداردان السيد عزيز الحاحي لتقديم كلمة بهذه المناسبة، فليتفضل. مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه.
السيد الكاتب العام لعامة تحرير تريزان، السيد نائب وكيل لدى المحكمة الابتدائية بتريزان، السيد نائب رئيس المحكمة الابتدائية بمدينة تريزان، السيد رئيس مجلس الإقليمي، السيد رئيس مجلس جامعة السادة المتخرجون، السادة الرؤساء وممثلي السلطات الأمنية والإدارية، السادة والسيدات الرؤساء وممثلي المصالح الخارجية، السادة والسيدات الرؤساء وممثلي جمعيات المجتمع المدني، السادة والسيدات رجال الصحة والإعلام، السادة والسيدات الأطر وموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أيها الإخوة الكريم، نحتفل اليوم وعلى غرار باقي المؤسسات السجنية بالمملكة المغربية الفكرة الرابعة عشر لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وتعتبر هذه المناسبة محطة لاستعراض أهم المنجزات واستحضارا كذلك لمقاصد سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من إحداث هذه المندوبية العامة، وفرصة كذلك للانفتاح هذا القطاع ذو الطابع الأمني على جميع فعاليات المجتمع المدني، وكذلك التعريف بخصوصياته الإصلاحية والإدماجية. أيها الحضور الكريم، لقد سطرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج منذ تأسيسها برنامجا إصلاحيا طموحا يهدف إلى تطوير القطاع وإحلاله المكانة المستحقة ضمن نسيج المؤسسات الإقليمية التربوية، وقد ارتكز في تصور هذا على برنامج يهدف إلى تأهيل القطاع هيكليا وبنيويا وفق توجه يدخل السرعة في الأداء والإنجاز استنادا إلى القوانين المنظمة لقطاع السجون، وذلك بالإمكانيات المادية والبشرية المتاحة. وبالقدر ذاته حولت المندوبية العامة من خلالها أي من خلال هذه البرامج تخليق فضاء السجن وإعمال الانضباط والأمن للسجون وصون كرامة السجناء وأنسان الدعوم الاعتقال، وكذلك تطوير وتجديد طرق العمل ملتزمة في هذا الإطار بالتوجيهات النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرامية إلى تأهيل قطاع السجون يطلع بدوره الأمني والإنساني والتربوي وفق ما يقول ما يكفل الحفاظ على حقوق السجين وإنسانيته وكرامته. أيها الحضور الكريم، إن تخليق الفضاء السجني بالمغرب يعتمد أساسا على تحقيق التوازن بين الحفاظ على الأمن العام وتطبيق القانون من جهة، ومن جهة ثانية احترام كرامة الإنسانية للسجين والتي لا تجاهد منها العقوبة السالبة للحفاظ. ولتحقيق هذه الغاية والطموح عملت المندوبية العامة خلال عشر سنوات الأخيرة على أنسنة شأن السجن من خلال توفير ظروف الاعتقال الإنسانية، حيث شكل موضوع صون كرامة السجناء وأنسنة الظروف الاعتقالية ورشة أساسية وأحد أولويات الكبرى في استراتيجية المندوبية العامة، وذلك من منطلق إيمانهم العميق بكون السجين لا تفقده العقوبة الحبسية مواطنته وكرامته الإنسانية. وعلى هذا الأساس سعت المندوبية العامة إلى تكريس البعد الإنساني للمؤسسات السجنية من خلال العمل المتواصل على تحسين وتجويد مختلف الخدمات مقدمة للسجناء فيما يتعلق الأمر بظروف الإيواء والإقامة أو الرقي بالمعاملة الإنسانية وتحسين مستوى الرعاية الصحية والنظافة وكذلك الرفع من جودة الحياة. المحلي لتريزان على هذه الكلمة الشاملة الواضحة، كذلك نجدد لكم الشكر على التفاعل والحضور. جائزة الاعتراف، جائزة التميز للموظفة غادي نخلق لكم البروتوكول السي سليمة رئيس المحكمة. تفضلوا أستاذ، تفضلوا أستاذ، مرحبا، تفضلوا سيد نائب رئيس المحكمة والسيد نائب وكيل الملك رفقة مدير المؤسسة ورفقة الموظفة المتفائزة، تشفيقات على حال المسجد الله يحييكم. نائب رئيس محكمة ابتدائية بدار الدم، هنيئا سي حسن، هنيئا لنا بهذا التذكار وبهذا الصرح وبهذا الاعتراف للجميع. حسن يمثلنا هو النموذج ديال الموظفين بهذه المؤسسة.
تحتفي المؤسسة السجنية السجن المحلي تيرودانت اليوم بذكرى 14 تأسيس المندوبية العامة لإدارة الإدماج، وهي محطة من المحطات الدؤوبة اللي كتحاول من خلالها المندوبية العامة لإدارة السجن الاحتفاء والاعتراف بالدور الكبير والجسيم الذي يلعبه موظفي وموظفات إدارة السجون وإعادة الإدماج في الحفاظ على الأمن العام وفي تخليق العمل داخل الفضاء السجني وفي الإنسانات السجون وفي تنزيل مختلف البرامج الإدماجية التي تستهدف سجناء وسجينات المؤسسات السجنية.